تعال نروح بسرعة لمعرض في الهواء الطلق في غرب الأقصر، يعرض 200 صورة بتعبر عن عمق مجتمعنا الصعيدي. عايزين بعد إذن حضراتكم نشوف الصور دي سوا. بص يا أخي، حاجة جميلة جدا قوي خالص، واخد بالك؟ الصور اهي قدامك على الجدار، حاجة حلوة جدا. وشوش أهالينا في الصعيد، وشوش أجدادنا وجداتنا الصعايدة. بالمناسبة ودون أي مجاملة، والله العظيم مش هزار، أنا بحب وش الصعايدة جدا، لأنه وش معبر بشكل غير طبيعي. وش الكبار اللي مرسوم عليها الزمن. الله ينور عليك يا عبد الله، بودي صاحبي اللي أنتوا أكيد كلكم دلوقتي عارفينه. عبد الله بيقول لي الوش منحوت، وش الصعايدة منحوت. الكبير في السن بتلاقي عليه علامات الزمن، الخطوط المرسومة. وبص شوف، يعني في صورة في النص اهي، في نص الكادر بالظبط، حد من أهالينا الكبار في الصعيد. بص وشه عامل ازاي، الوش مبتسم وممتلئ بالعزة بالكرامة. بص الست اللي جنبه، العينين مبتسمة برغم الزمن الشديد اللي رسم ونحت خطوطه على وشها الجميل. بص بقى أخويا الناحية التانية، ده تلاقيه قدي في السن. بص الزمن لسه ما رسمش غير على جبهته، لسه مش حوالين عينيه، لكن بص النظرة الشديدة العمق. إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ أنا مبسوط جدا على فكرة بالصور دي. دكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون، وهو أحد المشاركين بهذا المعرض الجميل اللطيف الظريف اللي بيورينا وشوش أهالينا في الصعيد. معانا على تليفون دكتور أحمد ولا إيه يا جماعة؟ معانا يا دكتور أحمد، أهلا بحضرتك. أنا سعيد جدا النهاردة أنا مع صديقي الأستاذ يوسف الحسيني. يا ربي يخليك صديقي، هي صداقة من طرف واحد. لا ده أنا أتشرف قوي جدا. حبيبي. خالص حبيبي الغالي أتشرف. أنا أولا مش بجاملك، أولا في مساحة ارتجال أنا سعيد بيها جدا جدا جدا، لأنها نبعة من مصداقية وفهم وثقافة حقيقية. الله يخليك، الله يحفظك. أنت ما خليتش حاجة أقولها على اللوحات. لا، في النهاية أنا راجل يعني احاول قدر الامكان بعيني اللي على قد حالها يعني. لا ازاي وانا مش لابس النضاره، سنزلت نضارتي في البيت بيني وبينك، بس كنت شايف الصور حلوه حلاوه. لسه بدري على النضارات. لكن في النهايه عين اللي صور، عين اللي شارك، عين اللي شاف، دي العين الاحلى. الله يخليك، ميرسي، ده من ذوق حضرتك. الله يخليك. هو المعرض زي ما حضرتك قلت في مجموعه من الفنانين، أنا أشرف إن أنا واحد من المشاركين في المعرض. فبالتالي أنا شاركت بمجموعة أعمال فنية عن الوجه المصري الصعيدي. زي ما حضرتك قلت كده، قد إيه بتحس إن الوجه منحوت؟ قد إيه بتحس إن التاريخ باين في العينين، في التجاعيد الوش، في الخدود، في لون البشرة المصرية؟ قد إيه معبر عن حياة كتيرة جدا، حياة جميلة جدا. مجموعة فنانين كنت أنا أشرف إن واحد منهم، وزميلي دكتورة علاء عوض ودكتورة هالة الرفاعي وفنان محمد العواري والفنانة كاترينا فالبرفيتش وغادة مبارك وخالد أبو الدهب، مجموعة مصريين وأجانب. الميزة في المعرض إن زي ما حضرتك قلت إنه في الهواء الطلق وفي جاليري مفتوح على الشارع مباشرة، والمنطقة الاستراتيجية بتاعته كمان موجودة قدام تمثالي ممنون، فموقع جغرافي، موقع تاريخي. الموضوع كمان كان ذو شجن، موضوع جذاب قوي، ان احنا نعبر عن بتقنيه فنيه بسيطه عن الحياه المصريه البسيطه في الصعيد مصر، محاوله لدمج الصوره الفوتوغرافيه بتاريخها باحساسها بتقنيات تانية كمان. ده جزء من العمل، ده جزء من المجموعه من الفنانين. في اجزاء تانية فيها تعبير ميكسنج الميديا ما بين الصوره الفوتوغرافيه احنا بنحكي عنها دي بالظبط، وكمان تقنيات تانية داخله فيها. فبالتالي انت بتعبر عن حياه فنيه خاصه بالفنان في اتيليه بتاعه او في مرسمه، وازاي يخرجها للشارع وازاي يعرضها ما بين منطقه جذب سياحي جدا، ففي مجموعه من الفنانين والمثقفين ومطلعين على الفن مصريين وعالميين هيشوفوها، وما بين مصريين البسطاء العاديين اللي هم جزء من العمل الفني نفسه كمان هيمروا على ده ويشوفوه، لان المعرض مفتوح لكل الناس. طبعا. فبالتالي انت بتخاطب منطقه ثقافيه غريبه، غير اما اجي اعرض في متحف فن المصري الحديث في قاعه الباب مثلا، متحف فن الحديث، انا عارف
ان اللي يجوا يتفرجوا على الاعمال بتاعتي او المعرض بشكل عام اللي يجوا يتفرجوا عليه مثقفين مرتدي الفن متعودين يتفرجوا على فن نقاد دارسين الفنون، فبالتالي في طبقه معينه هتشوف الشغل بتاعك فانت مطمن ومرتاح نفسيا وعارف القاعده العريضه اللي هتشوفك شكلها ايه. هنا المعرض الاداء مختلف جدا خالص، القاعده العريضه هنا مختلفه، انت حد من الشارع بسيط خالص يجي يتفرج اهلا وسهلا يتفرج، حد مثقف وفنان وممكن يكون فنان عالمي اجنبي موجود في الاقصر فيجي يشوف ده برضو اهلا وسهلا. فبالتالي لازم الحاله البصريه للعمل الفني تواكب الحياه دي كلها، السنس ده كله. صح. لما نيجي نقول انا متابع طبعا البرنامج جميل جدا، لما بقول صديقي فما بقولهاش مجامله. يا بخت. لا ده حقيقي، مش صديقي يعني، قد ايه في ارتجال، قد ايه في استخدام مرادفات بتاكد على المعنى بتاعك دايما بحسها. فبالتالي متابع الحلقه بشكل عام وبتابع البرنامج. انا عايز اربط الحياه دي كلها بحياه كريمه اللي احنا بنتكلم فيها. ها. حياه كريمه اللي احنا الرئيس بينادي بيها، ان احنا بنتكلم عن حياه كريمه للمصريين، تمكين اقتصادي، تمكين اجتماعي، تمكين ثقافي. انا بعتبر المعرض ده جزء من ده، لان انا لما بعبر عن الشخص البسيط ده في لوحه قد ايه بديله ثقه في نفسه، هو معتز بنفسه مش مستنيها، بس كمان لما بيشوف نفسه في اللوحه، اما يشوف نفسه برنامج في التلفزيون، اما بيشوف نفسه بنتكلم عليه، اما بيشوف نفسه ماده للثقافه والفن والابداع، ده بيزود ثقه في نفسه، بيزود احساسه بمصريته، بيزود انتمائه لبلده اكثر واكثر. لما بنتكلم النهارده مثلا على سبيل المثال، انا مش هروح بعيد، لما نتكلم النهارده عن مركز الفنون ورعايه الموهوبين اللي الرئيس بينادي بيه ونناقشه مع رئيس الجامعه النهارده دكتور محمد محجوب عزيز رئيس جامعه الاقصر، ما انا شغال برضو في الشارع وشغال في الجامعه وشغال كفنان، فده دور مهم جدا ان احنا نلعب عليه ونهتم بيه. فطبعا لما بنعرض عليه موضوع ده، طبعا هو كان بيكلمنا فيه الرئيس مركز الفنون ورعايه الموهوبين وقد ايه رئيس الجامعه مهتم ان لا لازم نرعى الموهوبين، لازم نرعى قادرون باختلاف، لازم نرعى مبادرات الدوله كدوله المصريه واحنا جزء من الدوله، فلازم قد ايه اللي ممكن نعمله النهارده، ازاي نخرج للشارع، ما نبقاش جوه الكليه وقاعه عرض جوه الكليه. فبدانا نخرج بنفسنا انا وزمايلي في معرض زي كده نشارك فيه، يعتبر جزء من الشارع. كمان بنخرج نروح معبد الاقصر نعمل فيه ورش عمل وورك شوب لقادرين باختلاف. فبالتالي تبص تلاقي الفن هنا بدا يعمل ربط ما بين الدوله المصريه كسياسه وكثقافه وكفكر دوله، وكمان مع الشارع المصري بشكل مباشر. الشارع المصري هنا بيختلف كالأقصر كمنطقة استراتيجية وحيوية، يختلف عن ان انا اعمل ده في القاهرة. على فكرة بالمناسبة انا بعمل ده في الأقصر، انا بتعامل مع ثقافات دول مختلفة بشكل مباشر. لما بعمله في معبد الأقصر انا عندي اجانب وزوار معبد الأقصر من انحاء العالم تقريبا، لان احنا مش بنعمله مرة، بنعمل اكتر موركشوب على مدار العام الدراسي. فبالتالي انت كل مرة في ناس بتشوف ده وتحس قد ايه الدولة المصرية مهتمة بولادها طلاب المدارس، قد ايه احنا مهتمين، قد ايه احنا بنتصدى للشائعات اللي بتعمل على ارض الواقع. طبعا قد ايه طبعاً. قد ايه بننفذ الفكر الدوله المصريه، لان فكر الدوله المصريه هو فكر اي حد فينا بشكل طبيعي بشكل عادي، لان احنا كلنا عايزين نتقدم، كلنا عايزين نتطور. ففكر الدوله هو نفس طريقه فكرنا، تفكير الاسوياء في النهايه، ودي حاجه مهمه جدا. اولا يا دكتور انا عايز اشكرك جدا على حاجتين، اشكرك بالتاكيد على مشاركتك في المعرض بالاعمال دي، واشكرك انا دايما انا اقدر ايه بقى، اولا اشكرك على انك قلت ان احنا اصحاب، لان احنا لازم نوطد هذه الصداقه، فهتلاقيني جاي لك بجد بقى والله العظيم، لان انا معجب جدا باعمالك. الحاجه الثانيه انا بنبسط قوي لما الاقي هناك فنان لا يلهي او لا يبعد العمل الاكاديمي عن استمرار العمل بفنه، دي حاجه مهمه قوي، والاصرار على انه الفن بتاعنا ده يبقى فن مفعم ومعجون ومشبع بالواقع المصري. المصريين عندهم عمق السنين، الزمن المنحوت على وش أهالينا اللي في الصور دي ما هواش أعمارهم 50 60 70 80 90 100، لأ الزمن اللي منحوت على وشهم هم 8000 سنة مصر، ده الزمن المنحوت على وشوش المصريين في الصور. فأنا أشكركم جدا الناس اللي اشتغلت على المعرض ده، وأشكركم جدا على أنكم بتشتغلوا على مبدأ أنه الفن دائما للجميع، الفن لا يجب أنه يحصر فقط داخل جدران أو أروقة المعارض، الفن للجميع.